عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الجزائريين وفرحتهم ورد اعتبارهم بعد، مش رد اعتبارهم في حاجة ولكن رد اعتبارا بعد اللي حصل من استهزاء بعض المغاربة بعد اقصاء المنتخب الجزائري، ومش المنتخب الجزائري وبس ولكن كمان المنتخب المصري اللي طبعا اللي طلع واتكلم امبارح المدير الفني للمنتخب المغربي وقال انا لا امثل العرب، انا بمثل المغرب فقط. على شيء كده الناس بدأت تعلق النهاردة وبتقول انه العرب كلهم فرحوا والمغرب هي اللي زعلت. ردا على كلامه، مش فرحة في خسارة المغرب ولكن ده ردا على كلامه، حتى شعور الجزائريين وفرحتهم برضو ردا على اللي عملوه من بعض الصحفيين في المغرب اللي طلعوا اتكلموا واتريقوا واستهزأوا وكمان اتريقوا على النشيد الوطني. فدايما الجزائريين بيقولوا اوعى تحاول ابدا تتحدى جزائري. للمصريين والجزائريين وكمان التوانسة بعد فرحة المغرب في خروجهم، وطبعا ما كانش ده يعني حاجة كويسة أبدا إن ده يحصل، ولكن يعني الناس دايما بتقول هما اللي بدأوا والبادي. معانا فيديو فرحة جنوب أفريقيا بعد فوزهم على المنتخب المغربي. يهدينا انفسنا يا رب العالمين، اللهم امين. والغرور حاجه مش حلوه ابدا، ولا التكبر ولا اي حاجه من الصفات دي ولا الشماته، دي حاجه كويسه لان الدنيا كلها بتدور والدنيا كده هي دواره يوم ليك ويوم عليك، مش على طول هي دايما معاك. فدايما احنا نكون على خلق حسن عشان دايما نقف جنب بعض. ربنا يهدينا يا رب للصالح دايما ويهدينا انفسنا، اللهم امين. في حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق والسعاده يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.